وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد. دكتور أهلا بك على شاشة أكسترا نيوز، وحدثنا عن أهمية المشروعات التي تم افتتاحها اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين. خلينا نقول إن دي يمكن خطوات جادة الدولة مستمرة فيها اتجاه تنمية سيناء، اتجاه إن احنا نقدر يبقى استغلالنا لمساحة مصر يبقى مضاعف الفترة القادمة. احنا بنستغل حوالي 7% من مساحة مصر، ازاي ان احنا نضاعف هذا الرقم ويصل لحوالي 14%؟ ازاي دوت يقدر يتحقق عن طريق مشروعات تنموية، مشروعات مرتبطة بتطوير البنية التحتية. ويمكن ان هو في تحدي ان احنا حتى مش الفكرة مرتبطة بانشاء طرق جديدة فقط، ولكن جزء اخر وهو الاكثر صعوبة مرتبط بتطوير وصيانة طرق قديمة، ويمكن دوت اللي بيزود المشكلة وبيصعب الأمر. يعني احنا بنتكلم على الطريق الخاص بشرم الشيخ، ازاي ان يتم تطويره بتكلفة اكثر من حوالي 5.5 مليار جنيه، وان يتم وضع نقاط أمنية وغيرها من هذه الأمور. ازاي ان احنا، وطبعا كان في مشكلة يعني للأسف الشديد الطريق ده اطلق عليه من بعض المواطنين طريق الموت، نتيجة ان السيول لما بتنزل بتؤدي الى حدوث عديد وعديد من الحوادث، وده طبعا كان بيأثر بالسلب سواء بنتكلم من جانب المستثمر او حتى من جانب السائح، وبالتالي كانت التأثير السلبي سواء بنتكلم في الاقتصاد بشكل عام كان بيتأثر بالسلب في منطقة يمكن واحدة من اهم الوجهات السياحية في مصر. نعم. الجزء الثاني مرتبط ازاي ان استكمال الدوله لهذه المشروعات في عده قطاعات وبالاخص قطاع الصناعه، ده يمكن تحرك ايجابي جدا. ازاي ان انا ارفع من نسبه مساهمه قطاع الصناعه في الاقتصاد المصري، ازاي ان انا اوصل لمستويات اعلى دائما من الاكتفاء الذاتي ويبقى بعد كده عندي فائض للتصدير. ويمكن كمان سياده الرئيس في افتتاحه للمشروعات اكد على جزئيه مهمه جدا وهي جزئيه الميكنه، ازاي ان احنا نستخدم الاساليب الجديده في الرقابه على الانتاج وعلى المخزون، ازاي ان احنا نقدر نحارب الفساد عن طريق الحوكمه والاداره الرشيده. دي يمكن مفاهيم مهمه جدا، لان الفكره للاسف اللي احنا كنا بنعاني منها والجزئيه اللي كنا بنعاني منها سنوات طويله مرتبطه بالفساد، ودايما كان الفساد مرتبط للاسف الشديد ب المصانع او الشركات اللي بتملكها الدولة، وكانت نسب الفساد دي للأسف كانت بتخسرنا يمكن عوائد كان ممكن ان احنا نحققها. ازاي ان احنا نستخدم البعد التكنولوجي ونستخدم اساليب انتاجية حديثة، وازاي ان انا استخدم اساليب للرقابة بتعتمد على الميكنة. اعتقد ده توجه مهم جدا هيقدر ان هو يساعدنا في ان احنا نحقق اكبر عوائد من هذه المشروعات، بجانب النواتج او الناتج الملموسه السريعه، بمعنى توفير فرص العمل وزياده المعروض السلعي في السوق. نعم، اذا بالطبع يعني تبعات كثيره ايجابيه لافتتاح تلك المصانع. اشكرك شكرا جزيلا دكتور علي الادريسي استاذ الاقتصاد.